هي أول مرة نتلاقى به، وجمهور الحمد لله يعني كما توقعته كان تجاوب وكان كل شيء حافظ الحمد لله، وكنتمنى نعاود نتلاقى به فرصة أخرى إن شاء الله. وبالنسبة للمهرجان كدورة أولى، مهرجان في المستوى من جميع النواحي، فكنتمنى المهرجان يعني كل عام يزيد القدام من كل شيء إن شاء الله. وأي فرصة جات انني نجي للمهرجان او للسعيديه غادي نجي ان شاء الله. كنشكر الجمهور اللي تايق فيا ديما، وكنتمنى ديما نكون عند حسن الظن ديالو ان شاء الله. Thank you.